على السرير الزوجية وهو نايم. قال له طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ و13 طعم. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة مخصصة بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، واهم درس مش بنكل ولا نمل منه، ودايما نقول وهنقول لازم نتعلم من اخطاء غيرنا، واللي يبقى ايه فايدة ان احنا نجيب قضايا ونجيب جرائم ومكناش نتعلم ان الجريمة لا تفيد، وان مهما يكون ذكاء القاتل او المتهم لابد ان هو يقع، وبالذات في قضايا الدم، الدم بالذات ربنا ما بيسامحش فيه. ايه اللي حصل لما تكون عروسة جميلة ومتجوزة والناس كلها شايفينها وهي بترقص في الفرح وشايفينها وهي بترقص مع عريسها، تقتله بعد 35 يوم ليه؟ وعمل ايه؟ وليه اصلا تقتله هو نايم بالفظاعة والبشاعة دي؟ ايه اللي حصل للستات وايه اللي حصل للعروسة؟ تعالوا بينا قبل ما نشرح وقائع الجريمة، ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحة الحلقة. آية بنت جميلة وهي آية في الجمال، وزوجها او عريسها محمد 30 سنة قمة الاخلاق. محمد قدر ان هو يحط القرش على القرش، كان بيجوع، كان بيصهر، ما كانش يهون عليه ان هو يصرف على اكله وشربه عشان يكون قرشين يقدر يتجوز بيهم. كان دنيته ومتعته ان يتجوز واحدة يحبها ويجيب اطفال ويفرح ويربيهم. هو كريم وعمره ما كان في يوم من الايام بخيل، بس هو كان نفسه يتجوز زي اي شاب، وخاصة ان سنه وصل 30 سنة. 30 سنة يمكن في الزمن اللي احنا فيه ما يعتبرش كبير، بس المفترض الانسان يتجوز صغير، كل ما يتجوز صغير كل ما يفرح بولاده وهم كبار. بالفعل راح لأسرته قال لها يا ابويا يا امي الفلوس معايا والشقة وعملتها. قالت له يا ابني افرشها، ابوك بنى لك الشقة وانت محرتها وعملت كل حاجة، افرشها عشان لما ندخل للناس ما نأخرش. بالفعل فرش الشقة وخلاها فعلا جاهزة للجواز. قالوا له يا ابني في آية بنت جميلة عندها 23 سنة ومش بعيدة عنا، ده بعدنا بشارع، الناس بيقولوا عليها ناسها طيبين وامها ست كويسة وابوها راجل فاضل، تعال نشوفها يا ابني ولو عجبتك نروح لها. بالفعل راح محمد مع ابوه وامه، شاف البنت، البنت عجبته، وفي نفس الوقت قال لي يا مايا هي دي اللي هتجوزها. بالفعل البنت قعدت مع العريس، وبالفعل قروا الفاتحة وحددوا ميعاد الشبكة. هنا في الوقت ده استوب ونقف، ليه؟ العريس دخل البيت من باب، يبقى عمل الصح، عمل الصح. المفترض العريس العروسة قعدت معاه واتكلمت معاه وضحكوا مع بعض وقروا الفاتحة، المفترض ان العروسة موافق. وانا ضد ان اي اب يضغط على بنته في الجواز، كل حاجة مباح الا الجواز، ما كانش يبقى بالرضا يبقى لا يمكن تبقى فيه عيشة. وبنقول يا جماعة اعتبروا الزواج ده زي الاكلة، لما تكون انت ما بتحب الصنف معين من الاكل ويجيبوه قدامك ومش كده وبس، ده يحكموا عليك ان انت تاكله، يعني حتى مش بيسيبوه انت براحتك تاكله او متاكلش، لا ده بيحكموا عليك لازم تاكله وتخلصه كله، شي طبيعي هترجع. ده اللي حصل معايا بالظبط. آية تيجي قدام العريس خايفة من ابوها وامها، تضحك وتهزر وتعمل كل حاجة، والعريس تياله ان هي بتحبه، واهل العريس مبسوطين بفرحة البنت وفرحة ابنهم، ما يعرفوش ان البنت بعد ما بيمشي تتخانق مع ابوها مش عايزاه، ما بحبهوش. والاب يقول لها يا بنت بتحب مين اذا كان ده عنده شقته وراجل موظف وراجل دخله حلو وشقته كاملة من مجاميعه ومش هيغربنا حاجة وشكله حلو وسنه صغير، ده الفرق بينك وبينه 7 سنين، زعلانة ليه ومش عايزاه ليه؟ بتحب واحد صايع ضايع لسه ما بياخد مصروفه من امه وابوه، تقول له بحبه مش هاخد غيره. ابوها ضربها وحكم عليها تتجوز محمد رغم ان هي رافضة. وبالفعل حصل الفرح وحصل الزفاف، ومحمد فرحان بعروسته، لكن دايما كان يشوفها على وشها الحزن. فات عليهم اسبوع اتنين تلاتة، مالك يا آية؟ تقول له مفيش. مالك يا حبيبتي؟ قلت له مش هقدر اعيش معاك بكرهك. تخيلوا عروسة في شهر الفرح شهر العسل بتقول لعريسها او لجوزها بكرهك مش عايزاك، ابويا ضغط عليا في الجواز. قال لها ما قلتليش من الاول ليه؟ ليه كسرت فرحتي؟ ليه خليتي ان انا بكره نفسي وبكرهك؟ ما قلتليش ليه؟ ما خدتنيش على جنب؟ ليه ما كلمتنيش على الموبايل وقلتلي يا محمد ارحمني، ابويا بيضغط عليا عايزني اتجوز وانا اصلا ما بحبكش وان انا بحب واحد تاني؟ قالت له ما اقدرش كان موتني. قال له طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ لا انت قادره تعيشي معايا ولا انا هقدر اعيش معاكي بعد ما احترفتيلي يا آية. محمد نزل لابوه وامه مش عارف يعمل ايه،
ويطلع فوق شاب عريس عايز يلبي احتياجاته وعايز يشبع غرايزه، كان بياخدها غصب عنها ينام معاها. طب هيعمل ايه؟ ما جوازها واتحسبت عليه، هيقول ايه؟ طب دلوقتي هيروح يطلعها، يبقى خسر كل حاجه، وهيطالبوه بنفقه ويطالبوه بالقايمه ويطالبوه بكل حاجه، وهو ما عدش على فرحه غير شهر واحد، ما كملش شهر، وابتدت المشاكل والخناقات والمصيبه، ان البنت كانت تنزل لحماها وحماتها وتقعد تشكر في محمد وتشكر فيهم وتقول لهم انت احسن من ابويا وامي، يا ريت محمد كان يتجوزني من زمان. ابوه وامه كانوا بيحبوها اكتر ما بيحبوا محمد واكتر ما بيحبوا اخوات محمد، كانوا بيقولوا على ايه ده هديه السماء، ايه الحلاوه وايه الجمال وايه الادب ده كله. كانت تنزل تطبخ وتغسل وتمسح ما تقعدش فوق، هم تهيأ لهم بتحبه وهي كانت بتهرب من جوزها فوق عشان ما تنمش معاه وتقعد تحت. كانت ستها او كانت بتقول لها يا ست او يا ام اللي هي حماتها، تقول لها يا بنت تطلع لجوزك فوق، تقول لها ابدا انت ابويا وانت امي، تنظف وتمسح وتكنس ومش عايزه تطلع فوق خالص. حماتها فرحانه بيها وحماها فرحان بيها، وهم ما يعرفوش ان هي بتهرب من جوزها وقاعده تحت عندهم عشان ما تطلعش تلبي نداء الجسد. الست لما بتكره لا يمكن تسلم جسمها لجوزها ابدا، الست لما بتكره بتكره حتى جسمها لو لمسه جوزها، الست لما بتكره لا يمكن ابدا تغفر لاي حد. ان هي ضغط عليها ان هي تتجوز واحد هي مش عايزاه وهي مش رايداه، رغم ان محمد اتنين ما يختلفوش عليه ادب واخلاق وتدين ودخل البيت من باب، لكن ايه ما فيش فايده. مخلصه لحبيبها حتى بعد ما اتجوزت، مخلصه لحبيبها حتى بعد 30 يوم من الجواز، مخلصه لحبيبها مش عايزه تسلم جسمها لجوزها بحرار ربنا، رغم ان عاشقها لو طلبها تروح تنام معاه. احنا بنحرم الحلال وسبحان الله بنحلل الحرام تحت دعوة الحب والغرام وقلة الأدب. جوزها طلعها قال لها اطلع عايزك، هو طبعا راجل عريس ورغم انه بيكرهها جدا ورغم انه هو مش عايز يشوفها ورغم انه عارف ان هي قالت له ما بحبكش وانا اتجوزتك بعد ابويا ما ضربني، رغم كده عايز يلبي احتياجاته، بيحبها. ودي المشكلة لما واحد يحب واحدة وهي ما بتحبوش، هي المشكلة لما واحد يحب يلبي مع واحدة وهي مش طايقاه، هي دي المشكلة لما يكون واحد نفسه ان هي تحبه والتانية مش قادرة تحبه. طلعت فوق بعد ما جه حماها وحماتها قال له اطلع شوفي جوزك عايزاه، اطلع مش عايزينك تنظف ولا تكنس ولا تمسح ولا تطبخ، اطلع شوفي عريسك شوفي عايز ايه. محمد طلع فوق حاول معاها انه ينام معاها، قالت له مش هخليك تلمس جسمي ابدا، يا بنت الحلال حرام عليك، طب اديني فرصة يمكن تحبيني، اديني فرصة يمكن تعرفي قيمتي، اديني فرصة قربي مني يمكن تحبيني. مفيش فايدة. دخل محمد ينام بس قال لها انا لما هم من النوم لا تيجي جنبي تنامي لها موتك. فضلت تفكر انت هتموتني، طب قبل ما تموتني انا هموتك. وبالظبط خلت لغايه ما دخل في النوم ودخلت على المطبخ، جبت السكينه و13 طعم في الصدر وفي القلب على السرير الزوجيه وهو نايم. كله ده ليه؟ عشان مش قادره تخلي نفسها تطوع نفسها وتنام معاه. بعد كده بعد عملت المصيبه وفات اتصلت بنت اختها، الحقيني انا قتلت جوزي بسرعه تعال. جريت البنت راحت لها، دخلت لقت محمد غرقان في دمه على السرير. هنعمل ايه يا ايه؟ ليه عملت كده؟ ما كنت هربتي ولا طفشتي؟ قالت كان هيضربني وينام معايا وانا مش طايقاه ولا طايقه نفسه ولا طايقه اشوفه اصلا جنبي. بعد 35 يوم جواز قتلت جوزها او قتلت عريسها، ذنبه ايه محمد؟ من حقه ما دام اتجوز من حقه ان هو يلبي نداء الجسد، من حقه انه يشبع غريزته، حلاله مش حرامه، ده هو متجوز عشان يسعد بعروسه. هنعمل ايه؟ قالت لها هات بسرعه البطانيه. حطوا البطانيه على الارض وقلبوا محمد من على السرير على الارض، وقع على الارض على البطانيه، لففوا البطانيه والساعه واحدة صباحا، رغم ان ابوه وامه تحت مش حاسين بحاجه، نايمين اتنين كبار في السن، والبيت في منطقه متطرفه وجنبها قطعه ارض فضاء. شالوه مع بعضيهم وتعبوا على السلم لدرجة الدم غرق السلم، وراحوا شايلينه وراحوا رامينه في الأرض الفضاء اللي جنب البيت، وجيروا طلعوا فوق السلم كان الدم جابت الشرشوبة والمية ونظفت السلم كله ومسحته كله من الدم، وطلعت فوق غيرت الملايات وغيرت المرتبة وحطت مكانها بطانية وفرشت البيت وكأن فيش أي حاجة. في الصبح البيت بالباب بيخبط دب دب، الراجل قام أبوه، ايه يا جماعه في ايه؟ قالوا محمد مقتول. قال لهم محمد فوق مع عروسته، ده ما عداش عليه شهر جواز. قالوا له الحق ابنك مقتول في الارض اللي جنب البيت. نزل الراجل بيستغرب، ده محمد ده احنا مطلعين له مراته فوق. نزل لقى ابنه ميت وملفوف في بطانيه جنب البيت.
الشرطه جات، ايه اللي حصل؟ ايه اللي كان؟ الناس قالوا صباحنا الصبح على اشغالنا لقينا العريس ميت ومقتول. في الوقت ده ندم على عروسته، يا ايه يا ايه، نزل شافت جوزها بقى حملت الفيلم، شد في شعرها وتقطع في هدومها، والناس يقولها عيب يا عروس، داري نفسك وداري جسمك يا محمد يا حبيبي، هسيبني لمين؟ مش هعرف اعيش من غيرك، حرام عليكم، ده انا لسه عروسه ما تهنتش بيه، سيبوني احبه. يا ناس حرام عليكم، مين اللي قتل ومين اللي عمل فيه كده؟ الناس كل ما تعرف نفسها وتقطع في هدومها الناس يداروا عليها لغايه ما شالوها، والاب بيبكي مش على ابنه، الاب بيبكي على مرات ابنه اللي قاعده تموت في نفسها وتقطع في شعره. دخلوها جوه عند حماتها، حماتها تقول لها يا حبيبه يا ايه قتلوا عروسك يا حبيبتي، وايه الزعج ويغمى عليها ويكب على وشها ميه، وهي بتقول مش مصدقه مش مصدقه، بحبك يا محمد، سبتني لمين يا محمد؟ هعيش من غيرك ازاي يا محمد؟ لغايه ما جت الشرطه وقعدت. فين شقته؟ قالوا شقته اللي فوق. طلعوا فوق بيقلبوا شمال لمين، لقوا السلم نظيفه وزي الفل. ظابط المباحث سأل مين اللي مسح السلم؟ ارتبكت البنت وقالت انا اللي مسحتها النهارده الصبح. طلع فوق بيدور في الشقه، سبحان الله، نظفوا السرير ونظفوا كل حاجه، لكن الارضيه مطرح ما قلبوا العريس من على السرير على البطانيه تحت في شويه دم كده على بقع بسيط. لكن رئيس المباحث شبين القناطر، القضيه دي حصلت في شبين القناطر في حته اسمها الطبالين. في الوقت ده ظابط المباحث واجهها وقال لها دم جوزك وانت اللي قتلاه. انهارت وقالت ايوه انا اللي قتلته. الناس كانت بتستغرب، دي اللي كانت بتقطع في شعرها، دي اللي كانت بتقطع في هدومها، دي اللي كانت بتقول اروح لمين يا محمد وسيبني لمين يا محمد ومش هعرف اعيش من غيرك يا محمد. النساء وان طالت عشرتهم غدارين خونين مفيش فايده، عملت الفيلم ده كله وهي اللي قتلاه وماشيه بجنازه. بالضغط عليها اعترفت ان هي بتحب واحد تاني وجوزها وابوها ضغط عليها وجوزها محمد وهي مش عايزاه. وان اللي اشترك في الجريمه بنت اختها عندها 16 سنه وهي اللي رمت السلاح. تم القبض على البنت واعترفت وقالت ايوه رميت السكينه هنا ووديت الموبايل بتاعه هنا والمحفظه بتاعته هنا. احترفت تفصيليه ومعاينه كامله من النيابه للجريمه. شفتوا بقى، بنقول ما تضغطوش على بناتكم في الجواز، الا الضغط في الجواز بالذات، كل حاجه ممكن الا الزواج لازم بالرضا. هو ده الدرس اللي لازم نفهمه، كل اب يعرف ما كانش يقنع بنته بالجواز ما يضغطش عليها بالجواز، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.